عندنا تحدي كبير جدا. يعني الأمم المتحدة بتكافح وبتحشد وبتخلي العالم كله يحتفل بيوم الأرض في الوقت اللي الدول الصناعية الكبرى وعلى رأسها أمريكا لا تفي بواحد على ألف من الالتزامات بتاع اللي هي التعهدت بيها في اتفاق باريس للمناخ. فيعني ده مسار برضو معقد. يعني هي الأمم المتحدة تعمل إيه؟ والله موضوع الـ الـ الاحتفال بيوم الأرض بتستغله بعض الدول وبعض الزعماء وبعض رؤساء الشركات في موضوع الغسل الأخضر. بيتبنوا تكون شركة مثلا منتجة لسجاير وتعمل سبونسر لاحتفالات البيئة والحاجات البيئية. فطبعا في مشكلة حاليا كبيرة في الولايات المتحدة مش ظهر النهاردة. في تنافس بين حزبين قطبين كبار، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. الحزب الجمهوري بينسحب دايما من المفاوضات المناخية، وليه وجهة نظر ان ده هيأثر على الصناعة الأمريكية وهيأثر على التنافس مع الصين. طب النهاردة الصين بتطبق المعايير كاملة. لو شفت حضرتك في آخر من شهرين بالضبط اعتمدت هيئة سوق المال الأمريكية معايير المناخ الخاصة بحساب الانبعاثات. وكانت عندها خطة تعمل الانبعاثات المباشرة والغير المباشرة والفاليو تشين كلها سواء من مصادر التوريد أو غيره. لقيت اعتراضات كبيرة جدا، وبعد ما أقرتها ومن 2019 طرح هذا الموضوع للنقاش العام على أساس تقره خلال سنة أو اتنين، امتد الموضوع طبعاً لأكتر من أربع سنين. المصنعين الكبار بيهيجوا العمال في مصانعهم عشان يرفضوا، لأن ده هيكلف المصانع أنها تستخدم أدوات وآلات وماكينات ما تسببش كل هذا الكم من الابتعاثات. فده أدى لإيه بقى؟ أنها توقف يعني موضوع الفاليو تشين وتعتمد بس الانبعاثات المباشرة والغير مباشرة اللي بتحدث في المصانع نفسها أو الشركات. الحاجة التانية، في دلوقتي كمية قضايا على هذا الموضوع، حجم كبير جدا من المحاكم، في المحاكم عشان يوقفوا قرار اللي هو إلزام الشركات بعمل الانبعاثات. طبعا العالم كله وأوروبا شغالة بهذا الموضوع وبالفاليو تشين ونزلت معايير، لأن ده اسمها العصر الثورة الصناعية الخمسة الخضراء. يعني يعني احنا زي ما احنا عارفين ان في العالم مر بأكتر من الثورة الصناعية، وآخرها التحول الرقمي، وبعدين موضوع الذكاء الاصطناعي. النهاردة موضوع الاستدامة والتحول للاقتصاد الأخضر منخفض الكربون عشان يعملوا التنمية المستدامة استراتيجية الأمم المتحدة أصبح هو الشغل الشاغل لكل الدول العالم. إن تنتقل إلى حياة منخفضة الكربون. فالنهاردة يعني يوم الأرض بيتوافق مع اكتمال إصدار المعايير الثلاثة الأوروبية. أصدرت معايير الـ ESRS للتوافق الشركات والمنتج الأخضر المنتج البيئي. العالم أصدر الـ IFRS 1 و 2 المعايير الدولية، وأمريكا أصدرت قاعدة المناخ اللي هما عليها مشكلة كبيرة حاليا. طبعا بدأت المشاكل الأمريكية من أيام انسحاب جورج بوش الأب من بروتوكول كيوتو اعتراضا على أن الصين لا يشملها هذا البروتوكول، وانتهت منذ أربع سنوات أو خمسة بأن كانت برضو أمريكا انسحبت من خلال الحزب برضو الجمهوري لرئيسه السابق، ورجع جون بايدن في هذا الموضوع وانضم التاني لاتفاقية المناخ اتفاقية باريس بعد انسحابها. وقت دونالد ترامب كان أعلنوا أنه هم مش حيمولوا وانسحبت بالفعل، بس الانسحاب عشان تنسحب لازم ياخد فترة سنتين حسب الاتفاقية، ففضلت منسحبة شهر واحد بس في اللي هي فترة الانتخابات. هل حضرتك الرأسية عندك تفسير لأنه الحزب الجمهوري هو الأكثر ضدية يعني لفكرة اتفاقيات المناخ وكده؟ هل هو بيدعمه مثلا رجال أعمال أو صناعة أكتر مثلا؟ إيه التفسير بالضبط؟ هو بيعتمد على في القاعدة الشعبية بتاعته على رجال الصناعة، والمصنع مش عاوز يدخل مجال المنتج الأخضر علشان ده هيكلفه كتير ماليا، وفي أخطار مخاطر كبيرة
لخطة الانتقال للأخضر بتسمى ترانسيشن بلان، ودي عشان لابد أن يغير مصادر الطاقة مش أخطار، دي تحديات مادية لكن مش أخطار. وأخطار عليه مادية، أخطار مادية لأنه ممكن بيغامر هنا بصرف أموال في مشروعات خاصة بالبيئة والمناخ. وطبعا العالم كله الموجة السائدة والثورة السائدة من سنة 23 حقبة جديدة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وإحنا شفنا الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة المصرية أكتر من 3-4 مرات بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون علشان خطة التنمية المستدامة، لأن مصر من أكتر الناس المدافعين بقضايا المناخ. وشفنا الكوب 27 هنا في مصر، ومازالت يعني مصر بتقود الحركة الأفريقية.